كوبايه عرقسوس، وعندي ربع كوبايه ميه هبس بيهم العرقسوس، وعندي كمان مع ربع كوبايه الميه دي رشه بيكربونات صودا وشاشه نظيفه. لازم عندي شاشه عموما في رمضان انا لازم يبقى عندي شاشات نظيفه للحاجات بتاعه العصاير، لو عايزه اصفي حاجه ولا الكلام ده كله. العرقسوس لازم شاشه. اول يومين دول يعني بالطريقه المودرن اللي عاملينها جديده في مصافي مخصوص للعرقسوس، بتحطوا العرقسوس بعد ما تبصوه في المصفى دي وتقوموا مسقطين المصفى في الميه كانها نفس مفعول الشاشه، بتبقى مصفى صغيره كده يعني بتاخد الخلاصه من العرقسوس من غير ما توقع العرقسوس الاعشاب نفسها. هحط بقى شويه العرقسوس دول، تمام؟ بصوا بعمله بحب كده، ولا سكر بقى ولا الميه بسكر ولا الحاجات الكتير اللي احنا بنحط فيها دي. اهي رشه بيكربونات صودا، رشه مش اكتر من كده، وهبدا ان انا بصوا ميه كده وهبدا ابس بيها العرقسوس. تحفه تحفه فظيعه الريحه والطعم، بص رهيب والله العظيم، حاجه كده حاجه كده رهيبه. بص الجمال، يعني بقول لك اديله فرصه، بس اديله فرصه. هنبدا بصوا، مش عايزه ادلق ميه، انا عايزه ابس كده اقلب على النار. يا اسلام اهو بصوا ببس كده الرقسوس في نفس الوقت، انا مش عايزه اغرقه ميه، ما تدلقوش ميه اهو. الله على الريحه والله، اهو ده بقى ممكن يجوعني مش الاكل. هبدا كده ايه ارش شويه ميه كمان اهو، وابدا كده ايه ابس كده اهو بالشكل ده لحد ما يبقى كله مندي كده ومبلول، بس في نفس الوقت ما فيهوش سوائل كتير. خلاص بسيبه يتخمر كده نص ساعه لساعه، بيبقى بالشكل ده. بصوا اللون ده وبصوا اللون ده، بصوا بعد ما اتخمر اهو، بصوا فرق اللون، بصوا فرق اللون ده عن ده، تمام. ده كده بعد ما اتخمر. هجيب بقى الشاشه النظيفه الجميله بتاعتنا، تمام. الشاشات دي طبعا بتتغسل بترجع زي الفل اهو. نربط بقى ده كمان كتير، ممكن اقلل شويه. نربط بقى الشاشة بتاعتنا كده، البقجة بتاعتنا اهو، نقفلها كويس عشان مفيش اي حاجة من الاعشاب دي تقع في المية. ونقوم عاملين بقى ايه يا حاج اسر اهو، هقول لك حالا اهو، هقول لك عشان تروح تعمله بقنعك اهو. استنوا بس نربط الشاشة كده كويس. لا لا هتتربط وهتبقى زي الفل ان شاء الله اهو كده. هي مش عايز تربط فعلا، تبص لنا في الشاشة. ماشي اهو، نربط الشاشة. أهم حاجة إن هي يعني نبقى ربطنا كويس بحيث الأعشاب بتاعت العرقسوس ما تنزلش في المية. أهي اتربطت أهي، بصوا بقى البقجة دي بقى تنزل كده في المية. بصوا بقى الجمال، بصوا تقوم منزلة بقى إيه خلاصة العرقسوس الجميلة بقى. كل ما تتنقع كده بنسيبها كده منقوعة في المية كده لحد ما تنزل بقى الخلاصة بتاعتها كلها. مزيكا والله مزيكا، تقوليش بقى تحبه. تفضل بقى إيه تتنقع كده وندخله التلاجة، وبيدينا بقى يعني شوية عرقسوس في منتهى الجمال. طبعا العرقسوس بتاعي بتاع البيت معلش غير الشارع خالص، بشوفه بالنسبة لي غير الشارع. بس نقطة مهمة جدا، العرقسوس من الحاجات، حتى عشان كده احنا ما عملناهاش في التخزين، العرقسوس من الحاجات اللي ما بتتخزنش، مش زي بقية العصاير. العرقسوس روحها خفيفة، يعني اخرها يوم التاني التالت هتلاقيه باظ، هتلاقيه حمض. فاخركو في العرقسوس يومين، اليوم الثالث هتلاقوه خلاص باظ، فاعمله على قد الكميه وهي ما بتاخدش وقت اهو. انتوا شفتوا الموضوع، ولا محتاج نار ولا سكر ولا مقادير ولا اي حاجه، موضوع بسيط خالص مش محتاج اي وقت اهو. كل بصوا ما بيتنقع كل ما بيديني اللون بتاعه.